ربما لا نعرف الكثير عن جزر سولومون أو سليمان، لكن البعض يعتقد بأنها المكان الذي عاش فيه النبي الملك سليمان ابن النبي داود، وتقول الأساطير بأن النبي سليمان بنى بها هيكلا من الذهب الخالص في جزيرة أوفر، ما يفسر غناها بالذهب وسهولة استخراجه. تعرف جزر سليمان باسم الأرخبيل الميلانيزي، تقسم إلى 10 محافظات رئيسية، عاصمتها هنيرة وأكبر مدنها ومركزها الاقتصادي والسياسي. غالبية سكان جزر سليمان من العرق الميلانيزي، يتكلمون اللغة الرسمية الأنجليزية، بالإضافة إلى 74 لغة أخرى. يسكن 75% منهم في الأرياف، يمتهنون الصيد والرعي، بالإضافة إلى التنقيب عن الذهب. جزر سليمان تعتبر وجهة سياحية خلابة، فإذا كنت تبحث عن قضاء أوقات العطلة بعيداً عن صخب وضجيج المدن، فربما عليك أن تفكر جيداً في السفر إلى جزر سليمان الاستوائية التي تتألف من 990 جزيرة، فهي وجهة سياحية فريدة من نوعها وموطناً هائلاً للتنوع البيولوجي الحيواني والنباتي، كما تتمتع بجمال طبيعي لا يوصف، شواطئ مغطاة بالشعب المرجانية، سهول خضر وأنهار ضيقة. بإيجاز، تعد جزر سليمان متحفاً طبيعياً مفتوحاً يحوي آثار ما خلفته الحرب العالمية الثانية، ما جعلها ملاذاً ومقصداً لهواة التاريخ، باعتبار أنها استضافت أكثر حملات الحرب العالمية الثانية دموية. جزر سليمان تحملك من خلال طبيعتها وحفاوة شعبها إلى خوض تجربة لا تنسى، والتعرف إلى عادات وتقاليد هذا البلد المتنوع الأعراق والمطبخ، حيث يعكس المطبخ التأثيرات في الطهي لمجموعة متنوعة من المأكولات التي تركها الإسبان والإنجليز الذين حكموا البلاد، وأدت إلى ثراء المطبخ فيها. هذا الثراء انعكس أيضاً على تراث وعادات القبائل المتنوعة فيها، حيث تمثل الموسيقى والأغاني والرقصات جزءاً لا يتجزأ من هوية الشعب الميلانيزي، يتم تقديمها من خلال الاحتفالات التقليدية التي تجذب إليها آلاف السياح من حول العالم. جزر سليمان تعتمد في اقتصادها على السياحة التي تعد مصدراً هاماً للدخل القومي، كما تعتمد أيضاً على الاستيراد والتصدير بشكل أساسي في وارداتها المالية، حيث تصدر العديد من السرع الأساسية أهمها الذهب والثروة السمكية.